السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ هذه الجلسة المحاضرة والورشة لأخونا الأستاذ الخطاط منتصر الحمدان. أولا يعني نرحب كثيرا بالضيوف الكرام الأساتذة من إسطنبول من تركيا، ونرحب بالحضور الكريم من داخل دولة الإمارات. أخونا منتصر الحمدان غني عن التعريف بالنسبة لجيل الخطاطين، حيث أنه يعني في فترة أكاد أقول في السبعينات، منتصف السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، بدأ يظهر اسمه. أنا أكبره بسنوات عشر، لكن اسمه كان معروفا من ضمن الخطاطين المجيدين للخطوط وبخاصة خط الجلي الديواني. نشرنا له في مجلة الخطاط العدد الثاني لوحة، وهذا دليل على وجود اسمه كخطاط علم، وهو من الأردن، والمجلة صدرت طبعا في دولة الإمارات. هو تعريفه المختصر هنا: من مواليد مدينة الزرقاء الأردنية سنة 1965، حاصل على بكالوريوس في الآداب والفنون من جامعة اليرموك في الأردن عام 88، ويعمل حاليا مدرسا لمادة الخط العربي في وزارة التربية والتعليم الأردنية. له مشاركات في العديد من المعارض والملتقيات والمهرجانات منذ عام 1988، بدءا بمهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة، وهذا كان عام 1988، أيضا من السوانح التي أشهرته. تلتها مشاركاته في الفعاليات في الشارقة والكويت ودمشق ومسقط وطرابلس بلبنان وأبوظبي والظهران والمدينة المنورة وإسطنبول، كما شارك كعضو في لجان التحكيم في معارض الخط العربي ونال العديد من الجوائز في المسابقات الدولية والمحلية. أنوه أن هذه أول دعوة زيارة له يمكن إلى دبي. صحيح، ويشكر مركز دبي على اكتشافه لأهل الخط الجلي الديواني. كذلك أعرف عن منتصر الحمدان أنه رجل ذو تواصل طيب جدا مع الأساتذة الكبار، وخاصة الأستاذ يوسف زنون، وله مراسلات كثيرة، وكذلك في جعبته الكثير جدا من المخططات فيما يتعلق بالخط الديواني الجلي. مرحبا به، وسوف يدير هو جلسته ونحن نشاهد ونستمتع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الموصول لمركز دبي لفن الخط العربي على هذه الدعوة لنا لحضور هذه الفعالية المميزة بخط جلي الديواني، فشكرا جزيلا لهم وبارك الله بهم. هذه الورشة وهذه المحاضرة يعني سأوزعها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سأقرأ المحاضرة عليكم، لكن مع قراءة المحاضرة سأعرض مراحل تنفيذ اللوحة التي شاركت بها، يعني مراحل عمل القالب. والصور التي ستعرض ستكون على ورق التريسنج بالرصاص، لكن هي مكتوبة بالحبر والحبر يشف على التريسنج، لكن مراحل عملها من الألف إلى الياء أثناء القراءة حتى لا يصيب يعني البعض شيئا من الملل. بسم الله. المحاضرة: خط جلي الديواني بين الجانب الوظيفي والمشهد الجمالي، مقارنات ومقاربات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الخط: الخط مجموعة من النقاط المتلاصقة صنعتها حركة القلم على الورق، ومساره باتجاهات مختلفة يرسم صوراً تعكس دلالات الأفكار، حروفاً تدل على معاني الأصوات، أو صوراً أخرى ذات دلالات
تجسد الطبيعة والحياة. والكتابة خطوط وأشكال ترمز لمعاني الألفاظ، والحديث عنها مشوق وحساس، فالعلاقة بين الفكر واللغة تجسدها وتسجلها وتشكلها صورة الحرف المكتوب. فإذا زادت العناية لإخراج تلك الصورة بأبهى الحلل وأجمل الهيئات، انتقلنا مباشرة للحديث عن فن الكتابة أو فن الكتابة الجميلة، أو ما يعرف بالكاليغرافي، فن صورة الحرف ذات النسب الفاضلة. وهنا نقف باحترام لكل الفنانين بمسمياتهم المتعددة الذين كان لهم الدور المهم في إنتاج وتطوير أشكال الحروف على مر الحضارات والأمم. والحضارة العربية كغيرها من الحضارات كان لها كتاباتها وخصوصية حروفها التي تبدلت وتغيرت وتطورت على مر الزمن والحقب المختلفة، إلى أن أكرمها الله سبحانه وتعالى برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الأمي الأمين. ومن هنا كانت البداية الجديدة. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وتكفل بحفظه سبحانه، ويسر لذلك من تولى العناية به وتثبيته في الصدور والسطور. وكان لكتبة الوحي رضي الله تعالى عنهم الشرف العظيم والدور الأول، فسطرت أيديهم المباركة آيات القرآن الكريم. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، تم جمع القرآن الكريم وكتب بخط مميز واضح ووزع على الأمصار. وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يرفع شأن هذا الحرف العربي وأن ينتشر في كافة البلدان التي دخلها الإسلام، وأن تتوالى العناية به من العرب وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، وأن ينتقل من مجرد حرف إلى فن جميل مرتبط بإجادة أشكال هذا الحرف الأصيل. لقد نشأت إجادة كتابة الحرف العربي، فن الخط العربي، في ظروف عربية إسلامية، وساهمت في تطويره واختلاف أشكاله وأساليبه ظروف عربية إسلامية في مسار جمالي عربي إسلامي على مر العصور منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. فالخط العربي من أهم موضوعات الحضارة العربية والإسلامية، وكان تطوره مواكباً للتطورات الحضارية المختلفة في عهود الدول والكيانات السياسية التي مرت عليه. وكان الاهتمام به أوسع من كونه مجرد مظهر لغوي حامل للنص، إلى كونه تشكيلاً بصرياً جمالياً، وظاهرة ثقافية اجتماعية مؤثرة في تكوين الشخصية القومية والدينية. والخط صناعة كباقي الفنون والصناعات، تهدف إلى إنتاج ما هو نافع وجميل. وهناك توافق ما بين المسموع والمرئي، الذي خصص لكل صوت مسموع علامة مصورة له وازنت بين الخط واللفظ. بعد نزول القرآن الكريم باعتباره علماً إلهياً، تطور الخط للتعبير عن الحق والخير والجمال، وليصور بأشكاله المتزنة الجميلة ذلك الترتيل الملحن
والملحن المتواتر النغمات للأصوات المتزنة لآيات الكتاب الكريم. فحين تصوير هذا اللفظ المرتل لا بد للشكل المرئي أن يكون مرتلا كذلك، وأن يكون متزنا كذلك، منتظما مواكبا للجمال الذي تحمله هذه الأصوات. من هنا بدأت رحلة الكاتب الخطاط العربي والمسلم مع هذه الصناعة، متجاوبا ومستفيدا من الأرضية الفكرية والبنية الثقافية التي هو أحد عناصرها، وجعلته يبتكر الشكل الذي يتجاوب مع اللفظ واللحن، والذي سيكون متجها إلى إدراك بصري يعتبره من جملة الحواس التي تطلب الحسن، والذي ينطبق ومعنى البيان الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. فاخترعت الأقلام، واستعملت المواد المختلفة، واتخذت الأوضاع وضروب الحركات، وأنتج هذا خطوطاً متعددة بتعدد المبدعين. إن دراسة تاريخ فن الخط العربي بأنواعه المختلفة والوقوف على المراحل المتتابعة التي مر بها والالتفات إلى العوامل المسببة لهذا التطور والتفوق في إخراج الصور الأبهى لأشكال حروفه تعطينا رؤية واقعية وتصوراً عادلاً لإبراز جهود كل حقبة زمنية وأثرها في هذا التطور. نعم، وعندما نخصص الحديث عن خط جلي الديواني أو جلي الديواني، نلتفت مباشرة إلى حقبة زمنية محددة ظهر فيها هذا الخط وتشكلت ملامحه واستقرت معالمه. نعم، إنه ابتكار عثماني إسلامي محض، إنه ابتكار عثماني إسلامي محض. فلم يقف التعامل العثماني مع الخط العربي عند حدود تجويد موروثه الفني والتاريخي الذي استقبلته المدرسة الخطية العثمانية من المدرستين البغدادية والشرقية فحسب، بل كان للمدرسة العثمانية أيضاً مبتكراتها الفنية التي شكلت إضافات نوعية إلى التاريخ الفني للخط منذ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. إن هذا التجويد وهذا الابتكار قد نما بعناية الدولة العثمانية مرافقاً التطور التنظيمي للبنيتين القانونية والإدارية لهذه الدولة منذ عهد محمد الفاتح وابنه بايزيد الثاني، فقد صارت طريقة ابن الشيخ المجودة للأقلام الستة الموروثة ناجحة ومنتشرة في أغلب أرجاء الدولة على يد الموظفين الذين كانوا يمتهنون الخط ويكلفون بمهام رسمية في الولايات البعيدة عن العاصمة، فضلاً عن العاصمة التي كان يجري فيها توليد خطوط جديدة بدوافع رسمية ووظيفية تساهم في تمييز تراتبية الهرم السياسي الإداري للدولة. كلما اقتضت الحاجة لذلك فنشأت في حضن الإدارة المركزية والتنفيذية خطوط جديدة يمكن وصفها بأنها خطوط عثمانية خالصة، اسماً وأسلوباً ووظيفة، ويمكن تصنيفها إلى قسمين: أولاً خطوط المعاملات، وتضم الخطوط التي استخدمت في تنفيذ المعاملات الرسمية وكانت ذات تداول وظيفي عام وتداول شعبي كذلك، وهي الرقعة والسياقة. ثانياً الخطوط الهمايونية، وهذا موضوع المحاضرة. تعني كلمة همايون المقدس المبارك، ولقد استخدم العثمانيون كلمة خط للدلالة على نوع أو أسلوب معين في الكتابة، مثل خط الثلث، خط النسخ،
وكذلك استعملوا كلمة خط للدلالة على القانون أو الأمر السلطاني مثل خط شريف همايون. إن الاستخدام الدلالي المزدوج لكلمة خط سيؤدي إلى معنى اصطلاحي مزدوج حول الخطوط الهمايونية، فلقد تناوله المؤرخون تعبيراً عن الإرادة الرسمية للسلطان وأكثر قراراته مدعاةً للإحترام، في حين استخدمه الخطاطون ومؤرخو الخط تعبيراً جامعاً للخطوط المستخدمة في كتابة هذه الإرادة السلطانية التي يمثلها فرمان أو إنعام أو إلى آخره، والتي جاءت على النحو التالي: الفرمان الطغراء جلي الديواني الديواني في ترتيب الشكل. ويعد الفرمان الوثيقة الرسمية الأولى في الدولة العثمانية من حيث عناية الشكل وأهمية المضمون وعلو المكانة ونفاذ السلطة وسعة الوظيفة. وقد تباينت آراء الباحثين حول خطي الديواني وجلي الديواني وعلاقتهما ببعضهما، وهل أحدهما مشتق من الآخر، إلا أن الرأي الغالب يرجح أنهما مستقلان كل بكينونته. وربما يفيد تفسير معنى الجلي المستوحى هنا من جلي الذهب، كما يقول أستاذنا يوسف ذنون أطال الله عمره، بتأكيد استقلالية كل منهما عن الآخر، لأن كلمة الجلي هنا في خط جلي الديواني لا تفيد المعنى المقترن بها في خط جلي الثلث أو في خط التعليق جلي التعليق، وإنما تريد المعنى الخاص بهذا الخط جلي الديواني الذي يقال بأنه يعني أقرب إلى معنى جلي الذهب وليس الكبير أو الواضح أو الجليل. نعم، استخدام الجلي الديواني. أولاً وظيفياً، استخدم هذا الخط في المكاتبات الرسمية للديوان الهمايوني منذ ما بعد فتح القسطنطينية وحتى نهاية حكم الدولة العثمانية، وكان مقترناً بالخط الديواني، وتعد الوثائق السلطانية كالفرمانات والبراءات الأكثر استخداماً. لكن ثمة وثائق أخرى مثل الحجج الوقفية وغيرها. ثم انتهى به المطاف ليستخدم على نطاق محدود جداً، وبات الاهتمام به يتناقص لأن الاستخدام الرسمي له قد انقطع، لكنه بقي محافظاً على هيئات معينة استقرت في أذهان الخطاطين وتناقلوها جيلاً بعد جيل. ولعل الشكل الزورقي الذي يعكس هيئة النشان الجزء الثاني من الفرمان هو الأكثر استخداماً حتى يومنا هذا، وهذه اللوحة تعبر عن شكل النشان لا سيما في المسابقات الدولية المتعددة، هو الأكثر استخداماً في لا سيما في المسابقات الدولية المتعددة. ولعله من المنصف القول إن هناك عدداً كبيراً من كتبة هذا الخط لم نعرفهم، لأنه لا توجد تواقيع بأسمائهم في المكاتبات الرسمية الهمايونية، وما وصل إلينا من لوحات في هذا الخط قليل جداً عند مقارنته ببقية الخطوط. ويمكن الإشارة لبعض الأساتذة الذين انتشرت لوحاتهم البديعة مثل شفيق بك، حقي بك، أحمد الكامل، حامد الآمدي، مصطفى حليم، عبد القادر أحمد، عبد العزيز الرفاعي، هاشم البغدادي، سيد إبراهيم رحمهم الله جميعاً. وأطال الله عمر الأساتذة الذين حملوا الراية بعدهم وإلى يومنا هذا، ونذكر منهم أساتذتنا يوسف ذنون وأستاذنا الأستاذ الكبير حسن جلبي أطال الله عمره ونفعنا بعلمه، والأستاذ عباس البغدادي وغيرهم كثير. ومن المنصف أيضاً أن نؤرخ لبداية النهضة في هذا الخط منذ المسابقة الدولية الأولى
التي أقيمت عام 1985 في إسطنبول، فهي شرارة الانطلاقة الجديدة. نعم، إنها شرارة الانطلاقة الجديدة التي رأينا من خلالها لوحات بديعة دبجتها أنامل عدد كبير من الخطاطين، نذكر منهم الأساتذة حسين أكسوز القنوي، ناصر الميمون، رضا القرملي، محمد القاضي وغيرهم كثير. إلا أن هناك مدرسة جديدة قد ظهرت في أسلوب كتابة هذا الخط، تمثلت في الأستاذ عدنان الشيخ عثمان وتلميذه الرائع المميز محمد فاروق الحداد، اقتفى أثرها أعداد كبيرة من عشاق هذا الفن الجميل. ومن الإنصاف كذلك أن نذكر بعض الأسماء المميزة في هذا الخط التي تصدرت المواقع الأولى في المسابقات والمعارض الدولية، مثل الأساتذة أحمد أمين شمطة، محمد إمزيل، محمد جلول، خالد الساعي، عبد الرزاق المحمود، عبد الرحمن وشقيقه سيد دبلر، الأستاذ موفق وبقية الأساتذة، والأستاذ تاج السر يعني له باع طويل في هذا الخط، وغيرهم كثير نذكرهم بإذن الله عند عرض نماذج عديدة مميزة في هذا الخط. وإن كانت من وقفة فهي وقفة احترام وتقدير واعتزاز بالمستوى المميز والتقنيات العالية الرفيعة التي دبجتها أنامل الأستاذ الخطاط وسام شوكت. ولعلنا لا نظلم أحداً إن قلنا إن مدرسة وسام شوكت في خط جلي الديواني هي من المدارس الأبرز هذه الأيام، والدليل تهافت عشاق هذا الخط الجميل لاقتفاء طريقته وتتبع نتاجاته التي تحولت من مجرد كتابة لوحة قوية الحروف جميلة التركيب إلى رؤية فنية جديدة باستخدامها وتوظيفها، لا سيما في الحياة الثقافية والتجارية، واللوحات المعروضة في المعرض تعكس شيئاً من هذا. إن المتأمل بأنواع الخطوط الرئيسة الأخرى هذه الأيام يجد أنها لا تزال تستخدم على نطاق واسع، وهي تغطي حاجات ضرورية، مثلاً خط النسخ الأكثر استخداماً تكتب به المصاحف وتطبع بعشرات الآلاف من النسخ كل عام، وإن معظم الكتب والمجلات والصحف والمناهج في الدول العربية تستخدم خط النسخ أو الفونتات الخطوط التي تأخذ شكل حرف النسخ أو هيئته. ويحتل خط الثلث معظم عناوين الكتب المطبوعة، وما زال يزين الواجهات الداخلية والخارجية للمساجد، ويخصص الرقعة كخط للكتابة الاعتيادية، تحرص معظم مناهج التعليم في الدول العربية على إقراره في كراريس خطية لتعليم الكتابة ضمن منهاج اللغة العربية. ويستخدم خط التعليق على نطاق واسع في البلاد الإسلامية غير العربية، وتكتب به المصاحف المطبوعة والصحف والمجلات. أما خط الجلي ديواني فإن استخدامه محدود جدا، أغلبه في التصاميم الفنية لأسماء الأشخاص والشركات والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها، فهو من الخطوط ذات الأهمية والانتشار والاستخدام الأقل، وهذه هي الحقيقة. ب2 المشهد الفني والجمالي لخط جلي الديواني، النقطة الثانية من الموضوع. إن المسابقة الدولية لفن الخط التي تقام بشكل دوري كل 3 سنوات منذ عام 1985 تحت إشراف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إسطنبول، وما تبعها من حركة نشطة للعديد من الدول العربية والإسلامية
في إقامة الملتقيات والمعارض والمهرجانات والمسابقات الدولية، إضافة للثورة التقنية المتسارعة في عالم الإنترنت التي جعلت من العالم قرية صغيرة وأتاحت التواصل بين الفنانين والخطاطين من كل بقاع الأرض. كل ذلك ساهم في إعادة النهضة والاهتمام بفن الخط، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن هذا هو العصر الذهبي لفن الخط. ودليل ذلك هذه المحاضرة وهذا المعرض المميز المتخصص جداً الذي يعكس حقيقة هذه النهضة. نعم، لم يكن الجلي ديواني بمعزل عن ذلك، فبدأ الخطاطون يتنافسون بإنجاز اللوحات البديعة في هذا الخط الجميل، وبين الحين والآخر نشاهد الأعمال الجميلة لأسماء جديدة من الخطاطين والخطاطات الشباب من مختلف الدول العربية والإسلامية، وهم بالعشرات. ومن اللطيف أن نشير إلى بروز بعض الأسماء من الخطاطات ممن أنتجن لوحات جميلة في هذا الخط تستحق التقدير، منهن الخطاطة نرجس نور الدين والخطاطة فاطمة البقالي، وأعمالهن البديعة في هذا المعرض تعكس ذلك. وبعد، فتلك مقدمة مختصرة عن هذا الخط الجميل، واسمحوا لي أن أعرض عليكم نماذج